بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة عندنا ضيف خاص جدا، ولكن ليست الزيارة الأولى، هذه الزيارة هي الزيارة السادسة لدوري أبطال إفريقيا لقناة النادي الأهلي. الأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا 11 مرة، ولكن الأميرة السمراء نورت بيتها ومكانها، واليوم متواجدة معنا في قناة النادي الأهلي. البداية في عام 2008 بعد الفوز على القطن الكاميروني في جروة، عاد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، وكانت أول زيارة للكأس للأميرة السمراء في مقر قناة الأهلي. ثم كانت الزيارة الثانية في عام 2012 عندما فاز الأهلي أيضا بدوري أبطال إفريقيا خارج مصر، أيضا عندما فاز الفريق على الترجي التونسي في رادس، وعاد الفريق بالبطولة، وكانت الزيارة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. الزيارة الثالثة عام 2013 بعد الفوز على أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا، ولكن كانت الأميرة السمراء منورة القاهرة من قبل الفوز بالبطولة، ثم جاءت لمقر النادي ومنها إلى مقر القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي. الزيارة الرابعة كانت على حساب المنافس التقليدي فريق نادي الزمالك والقضية ممكن 2020 والفوز بالبطولة في القاهرة ومن قلب القاهرة، توج الأهلي بالبطولة الإفريقية، جاءت الأميرة السمراء من استاد القاهرة قناة الأهلي. ثم البطولة، أنا من كتر العد عمال أنسى التواريخ، في عام 2021 الفوز على كايزر تشيفز، وأعتقد دي كانت البطولة الرابعة اللي الأميرة السمراء ودوري أبطال إفريقيا يأتي لقناة الأهلي من خارج مصر على مقر القناة على طول بعد الفوز على كايزر تشيفز، ودي كانت البطولة الخامسة ولكن الرابعة خارج مصر. ثم تأتي البطولة السادسة الأخيرة أول أمس والخامسة من خارج مصر، تأتي البطولة أو يأتي الكأس من خارج مصر من المغرب من قلب كازا بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي، ونحتفل بدوري أبطال إفريقيا هنا أيضا في مقر قناة الأهلي. الحمد لله، يمكن على مدار سنوات طويلة جدا من 2008 ل 2023 15 سنة عمر طويل شفنا فيه أفراح وانتصارات وبطولات وألقاب وقرارات ومواقف تاريخية أثرت حتى على المستوى الشخصي، على القرارات وعلى الحياة بشكل عام، إزاي تقدر تنجح، إزاي تقدر تتخطى الصعاب، إزاي تقدر تواجه التحديات. لما البطولة تيجي خمس مرات من خارج مصر لمقر قناة الأهلي من 2008 ل 2023 ودي الزيارة السادسة، لا تقدر تقول النادي الأهلي مكانته مختلفة. النادي الأهلي عنده قدرة رهيبة إنه يحافظ على نجاحه، مش ينجح وبس. النجاح على فكرة صعب، ولكن الحفاظ على النجاح هو الأصعب. النهاردة هنحتفل وهتستمر الاحتفالات، فرصة كويسة مش هتتكرر كتير يا جماعة. احنا خلصنا نهاية دوري أبطال إفريقيا وعندنا مساحة لغاية لما نرجع للدوري على 22-23-6، ففرصة الأجندة الدولية دي هتدينا مساحة نحتفل بالبطولة يوميا، لأن الاحتفال ده مهم جدا، خاصة إن جماهير النادي الأهلي من حقها تحتفل ومن حقها تفرح. تخيلوا إحنا بنفرح دلوقتي بالبطولة الـ 11 من دوري أبطال إفريقيا، يقول لك بس التاسعة برضو ما خدتش المساحة اللي ممكن نحتفل بيها، لا لا العاشرة برضو ما اديناهاش حقها. والله عيب يا جماعة، التاسعة العاشرة الـ 11 كلها بطولات الحمد لله بنفرح بيها وبنسعد بيها، ولكن هو الأهلي دايما كده بيقفل الصفحة وبيركز في اللي جاي، بس المرة دي الصفحة هتقفل بعد أسبوع مش تاني يوم على طول. وبالتالي النهاردة بإذن الله في برنامج الترند هنتكلم عن كل الأخبار والكواليس والفرحة وكل الجديد المتعلق بالفوز بهذه البطولة، اللي لسه البطولة دي فيها حكايات وقصص يعني هنتكلم فيها لفترات طويلة الفترة اللي جاية، وكمان عندنا مناسبات إفريقية مهمة خلال الفترة اللي جاية. حالة الترند النهاردة كمان هنتكلم فيها على كل الكواليس المقبلة. الأهلي عنده كأس السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري، عندنا دور السوبر الإفريقي، عندنا فترة اللي جاية أحداث مهمة، عندنا كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، وكمان عندنا الحديث عن الدوري العام، لأن إن شاء الله بإذن الله بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا منتظرين إن شاء الله درع الدوري يعود لمقره ولبيته ومكانه الأساسي قلعة البطولات في مقر النادي الأهلي، ومن ثم إن شاء الله نحتفل به في قناة الأهلي. وزي ما دوري أبطال إفريقيا غاب عننا السنة اللي فاتت، الدوري العام اللي غاب عننا آخر سنتين هيرجع لبيته ونحتفل بيه بإذن الله، ولكن بعد ما نخلص الثلاث أربع ماتشات المقبلة ونحقق الانتصار فيهم عشان ننفرد بصدارة جدول الدوري
ويعلن رسميا الاهلي باذن الله بطلا للدوري العام. حلقه مهمه جدا، تابعونا على مدار الحلقه. لكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وفي رايك ما هي افضل مباراه للاهلي في مشوار التتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال11؟ افضل مباراه من وجهه نظركم. تقدروا تشاركوا معانا عبر صفحات القناه على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض وجهه نظركم ورايكم في افضل مباراه الاهلي لعبها في هذه البطوله. البطوله دي كانت فيها تحديات كثيره ومواقف صعبه ومباريات كانت فيها يعني قرارات صعبه جدا على النادي الاهلي، ففرصه النهارده نسمع رايكم في افضل مباراه. وبكره ان شاء الله ممكن كمان نطرح سؤال على الفكره، افضل بطوله من ال11 بطوله او الاصعب او الامتع. يعني اعتقد السؤال ده كمان ممكن يدي مساحه بكره ان الناس تشارك معانا وتقول لنا رايهم في البطولات ال11، الاصعب الاهم الافضل الامتع، هيبقى سؤال مهم جدا وعندنا مساحه نتكلم على حاجات كتيره جدا متعلقه بدوري ابطال افريقيا. لكن بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، كاف يشيد بمحمد عبد المنعم. وفي الترند المحلي، المنتخب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهه غينيا. وفي الترند العالمي، مبابي يعلن موعد رحيله عن باريس وصلاح البديل المحتمل. عندي كلام مهم عن هذا العنوان. دي كانت ابرز عناوين حلقه النهارده، لكن تفاصيل كلها بعد الفاصل. الواحد مهما اتكلم ووصف الشعور اللي جواه بخصوص الفوز بالبطوله دي تحديدا، على فكره احنا كل ما بنكسب بطوله بيبقى ليها كده تحديات وليها مناسبات وكواليس مهمه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا مكسب كل بطوله عشان نقول البطوله دي هي الاغلى. كاس البطوله او دوري ابطال افريقيا في النسخه الاخيره كانت من البطولات اللي فيها تحديات مهمه جدا على تاريخ الاهلي. وسبحان الله لو تلاحظوا كده في السنوات الاخيره ناس كتيرة بتخش في تحدي مع الأهلي على التاريخ. يعني مثلا في 2020 مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك على بطولة دوري أبطال إفريقيا والنهائي اللي اتلعب في القاهرة، وقتها الكل كان بيتكلم، أو مش الكل يعني البعض اللي يعني اللي هو مش بيشجع النادي الأهلي عايز يتكلم على فكرة أنت لقب نادي القرن، أنت أكثر فوزا بالبطولات الإفريقية، بس هنلعبك على البطولة والكاس ده بالتاريخ كله. فاكرين الفترة دي والمرحلة دي والأهلي كسب، مش كسب بقى وفكرة ان هو نادي القرن بس يأكد ان هو رقم واحد، ففاز بالأميرة السمراء، فاز بالبطولة الإفريقية وكانت بطولة. المرة دي كمان كان في تحدي، والتحدي الأهلي خسر 2017 والأهلي خسر 2022، فقال لك المرة الثالثة وتبقى الثالثة ثابتة، والدخلة والتيفو اللي عملوا الوينرز من جمهور نادي الوداد على ان البطوله دي تحديدا هتكون هي نهايه الهيمنه التاريخيه لسيطره الاهلي على البطولات الافريقيه. ومن وجهه نظرهم من الثالثه كانت هتبقى ثابته، وشايفين ان هم كانوا الاحق بالفوز بالبطوله. عشان كده لو تبصوا في فرحه الجماهير وفرحه اللعيبه، لا الفوز السنه دي مختلف. ليه بقى؟ لان كمان من ضمن الكواليس اللي احنا شفناها لهذه البطوله وجماهير النادي الاهلي لغايه دلوقتي، انا بحاول اعرف حتى الجمهور ازاي كان محضر نفسه لفكره ان يقدر يرد على التيف ويقدر يرد على الدخله الجماهيريه لجماهير نادي الوداد. فكره الرد ساعتها لما اتقال وقتها الفاينل وخلاص التجربه الاخيره، ويعني انك تقتبس فكره من فيلم اجنبي لوحش دايما بيكسب البطولات الافريقيه وهتكون نهايته على ايدك انت. الرد كان من جمهور النادي الاهلي اثناء المباراه، ودي في عرف الجماهير او في عرف الدخلات الجماهيريه بيبقى انتصار في المدرج قبل ما يكون انتصار في الملعب. وجماهير الاهلي انتصرت في المدرج قبل ما يكون في انتصار في ارضيه الملعب، وده جزء ايجابي ومهم جدا. وعلى فكره لو تلاحظوا في المباراه دي تحديدا على الاجواء الجماهيريه، من المباريات القليله جدا اللي الجماهير المغربيه او جماهير نادي الوداد ما اثرتش بتاثير كبير جدا على المنافس. لان الدخله الجماهيريه لجماهير النادي الاهلي عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافأة. شوفوا الفكرة هنا في معناها ايه؟ ان الجحيم اللي اتصور في أرضية الملعب، ان الملعب ده صعب انك تخسر فيه، هو اللي هيكون بمثابة المكافأة للأهلي والجماهير الأهلي ولكل الأهلوية في كسر هذا الرقم القياسي والأهلي يعود بالبطولة الإفريقية.
ده التحدي اللي بتكلم عليه في بطولة 2023، وكمان بتكلم على التحدي اللي كان موجود في 2020. في تحديات كتيرة. لو هنرجع بالذاكرة في 2008 مباراة القطن الكاميروني، وأنا فاكر في وقتها كنا ساعتها في قناة الأهلي بنتكلم على فكرة إن القطن الكاميروني من الفرق اللي هي تعتبر معقل رئيس الاتحاد الإفريقي، ومن الفرق اللي مرشحة للفوز بالبطولة الإفريقية، لأن السنة دي القطن الكاميروني كان بيعمل نتائج استثنائية ومباراته مع الأهلي كانت صعبة جدا، والناس فاكرة إن المباراة كانت سهلة، ما يعرفوش إن ليها كواليس كتيرة جدا المباراة دي. والأهلي قدر يكسب القطن الكاميروني في عقر داره في 2008 في وجود عيسى حياته رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها، ويرجع بالبطولة الإفريقية. على فكرة ناس كتيرة ما تاخدش بالها إن بعد البطولة الإفريقية عام 2008 جمال حيمودي الحكم الجزائري أفضل حكم في تاريخ التحكيم الإفريقي اتوقف، رغم إن عمل مباراة فنية تحكيمية لأعلى مستوى، بس اتوقف. اتوقف ليه؟ لأن رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها عيسى حياته وقف عيسى جمال حيمودي لأن فرقته خسرت. ده برضو للرد على بعض الناس اللي بتتكلم على والتشكيك في بطولات الأهلي على مدار التاريخ، واللي بان اللي البعض بيحب يرددها كتير، انت مش عارف تنجح ومش عارف تبقى زيي، مش عارف تجيب 11 بطولة من دي، فتطلع تقول لك ايه اصل انت بطولاتك بكذا وبتكسب بكذا وبكذا. لا، ارجع للتاريخ وبص 2008 الأهلي كسب البطولة ازاي، والحاكم الجزائري المميز جدا اتوقف قد ايه وتعامل معاه ايه، رغم ان الأهلي فاز ساعتها بكل جدارة على القطن الكاميروني. ده مناسبة او دي مناسبة. الفوز على الترجي التونسي في 2012 وفي قلب ملعب رادس، الفوز على الصفاقسي في قلب ملعب رادس وفي اول يعني دوري ابطال افريقيا او النهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب رادس. ملعب رادس بدا الانشاء والاستضافه البطولات من 2004 لما تونس استضافت كاس امم افريقيا، لكن وقتها انا طبعا الصور اللي قدامي دي بصراحه ما ينفعش اعديها، يعني انا بتكلم في امور جميله جدا بس الصور دي برضو بتوريك فرحه البطوله، هي دي التحديات اللي انا بتكلم عليها على فكره. ما هو انت لو يقول لك ايه اصل انت متعود على الفوز بالبطولات الافريقيه بشكل كبير جدا، لكن لا يا جماعه، برضو في نفس الوقت اللعيب عارفه التحدي كان صعب جدا. جمهور الاهلي جمهور جبار يا جماعه، جمهور الاهلي جمهور جبار، ومع كامل احترامي احنا بنتكلم على فرقتنا دايما هي الفرقه رقم واحد، وجمهور الاهلي هو الجمهور رقم واحد في القاره الافريقيه. وانا بتكلم على رادس لما استضاف نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مره 2006، جمهور الاهلي الجبار قدر مع فرقه الاهلي يرجع بالبطوله من تونس، ومن 2012 من تونس، ومن 2008 من الكاميرون، وفي مباراه القرن 2020 وعلى كايزر تشيفز في المغرب. لكن 2023 كانت لها ظروف خاصه. الجمهور الجبار اللي يعمل دخله ردا على الدخله في بدايه المباراه واثناء المباراه، ده مش جمهور عنده قدرة انه يعرف هو هيلاعب مين، يعرف تفكير جمهور الفريق اللي قصاده ويحضر لها بشكل كويس. على فكرة الناس ممكن تعتقد ان الحاجات دي للشو والتفاعلات مش اكتر، لا يا جماعة، جزء من التحضير النفسي للاعبين. انا اتذكر الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة الاهلي عقب المباراة مع زميلنا كريم احمد قال نقطة مهمة جدا عدت على ناس كتير قوي. قال الجمهور اللي جه من كل حته في العالم، في جماهير كتيره جت من اوروبا على فكره حضرت وشجعت وساندت، الجمهور اللي جه من كل حته في العالم ده كان بيتكلم ان هم هيستخدموا نفس السلاح اللي بيستخدمه جمهور الوداد في المباراه، الصفافير. فانك بتلعب مع الوداد ند بند في ارضيه الملعب، بتلعب مع الجماهير المغربيه ند بند في المدرجات. النجاح هنا مش نجاح فكره انك كسبت وكاس ورجعت، لا، لازم نوثق اللحظات التاريخية دي، لازم نوثق بطولة 2023 باللحظات الجميلة دي، إن الجمهور كان دوره لا يقل عن دور اللاعبين في أرضية الملعب. عشان كده لو تلاحظوا بعد نهاية المباراة اللعيبة لما احتفلت احتفلت مع جمهورها. ساعة الاحتفال بالهدف الجماهير اللعيبة لما راحت واحتفلت ما راحتش ناحية دكة البدلاء، الاحتياطي والأساسي راح على جمهور الأهلي. بعد نهاية المباراة مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب كان حريص جدا إنه يروح بنفسه ومعاه كل أعضاء المجلس اللي كانوا موجودين في المباراة عشان يوجهوا التحية ويسقفوا لجمهور الأهلي. اللحظات دي ما ينفعش نعديها، لازم نوثقها وبنتكلم عليها، متصورة والناس كلها شافتها، وكل اللحظات دي كل اتكلم عليها. دي نقطة مهمة جدا. النقطة التانية، بعد ما اتكلمت على دور الجمهور، شوفوا فرحة علي معلول
علي معلول عاش اسبوع كان صعب جدا، وهو قال ده حتى في تصريحاته. علي اللي عنده رصيد كبير جدا، بس عايز المس في حته مهمه قوي على فكره، وده اللي بيميز الاهلي، وده اللي بيخلي اي لاعب بيلعب في الاهلي بياخد باله كويس قوي، انه مهما لعب ومهما عنده رصيد نسبه الخطا مهم جدا تكون قليله. علي معلول رصيده ايه مع الاهلي؟ رصيده كبير جدا على فكره. في فرق تانية من مباراه واتنين ممكن توصل اللاعب بتاعها لنجوميه كريستيانو وميسي، ده ما بتسمعوش ولا بتشوفه في الاهلي. يعني الكيمياء والمنتاليتي والتفكير في الاهلي كمنظومه مش بتتوقف بس على العقليه داخل النادي، لا ده عقليه جماهير الاهلي كمان دورها مهم جدا في الجزئيه دي. طبعا شوف شايفين العاملين والموظفين وكل المسؤولين في مطار القاهره وقت نزول لعيبه النادي الاهلي في مطار القاهره. يا جماعه شعبيه الاهلي في كل حته، انت فاكر الشعبيه في المدرج ولا في الشارع؟ روح اي مكان وبس البس تي شيرت الاهلي او امسك علم الاهلي، شوف رد الفعل هيبقى عامل ازاي معاك والناس كلها فرحانه بيك ان انت النادي الاهلي. لكن هرجع لجزئيه علي معلول، الرصيد الكبير ده كله مفيش بقى جه حد قال لك اصل علي معلول رصيده كبير، لا الناس بتحسس اللعيبه بالمسؤوليه، واللعيب من جواه عارف كده، عارف انه مهما لعب ومهما كسب من بطولات نسبه الخطا مهم جدا تكون قليله، عشان لما يختتم مشواره مع الاهلي الناس كلها تبقى شايفه ان اللعيب ده كان خير من يمثل النادي الاهلي في البطولات المحليه والقاريه. لا عندنا مثلا ايه نطلع لعيب سابع سما ولا نهاجم لعيبه لدرجه ان احنا ممكن نصل لقدر نخلص عليه، الاهلي ما فيهوش الكلام ده. المثال اللي حصل مع علي معلول، فضل اسبوع كامل مركز رغم الخطا اللي حصل منه، وسبحان الله الحمد لله يعني يجي توفيق ربنا ان الضربه الركنيه والكره العرضيه تيجي من علي معلول ويسددها ويقتنص احراز الكوره محمد عبد المنعم بضربه راس على يمين يوسف المطيع حارس فريق نادي الوداد. طبعا دي كواليس بقى ولقطات لعوده الفريق يعني صباح امس، وكل اللعيبه راجعه وحاله بقى الفرحه والسعاده، وفي طبعا 9 لعيبه يعني ربنا يكون في عونهم ما احتفلوش كتير، خلصوا سافروا على مراكش انضموا لبعثه المنتخب، ربنا يوفق منتخبنا. ودي اللقطات طبعا اللي استعرضناها من امبارح، استقبال دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لمجلس اداره النادي الاهلي، والفرحه فرحه كبيره لان البطوله دي بتنسب في المقام الاول لمصر ثم للنادي الاهلي، بطوله افريقيه دخلت دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن حسام غالي بعد احرازه ودوره ككابتن للفريق في 2012 مرت الايام وبعد 11 سنه بيشارك في تتويج الاهلي كرئيس للبعثه وعضو مجلس الاداره وهو على منصه التتويج وبيتوج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. ده النادي الاهلي، دي منظومه الاهلي، هي دي عائله النادي الاهلي. على فكره المشهد ده مشهد تقرر برضو في لقاء السوبر ما بين الاهلي وبيراميدز في كاس مصر كاس السوبر لما اتلعبت في الامارات، كان ساعتها معالي الوزير العامري فاروق موجود في المدرجات، الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق مجلس الاداره، عدد كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره، ولكن كان في اهتمام بالبروتوكول وبسيستم النادي الاهلي. دكتور مهند مجدي ورئيس البعثه موجود على المنصه بيسلم الاهلي كاس السوبر مع المسؤولين من مجلس ابو ظبي ومن الاتحاد الاماراتي والاتحاد، هو ده النادي الاهلي. لا بتلاقي حد بيجري عشان يقف على المنصه ولا يسبق، ولا هو اللي هيسلم الكاس ولا هو اللي يرفع الكاس. فاكرين طبعا وعارفين وشايفين ليه الاهلي مختلف، عشان اللقطات اللي زي دي. البعض ممكن يشوفها تفاصيل صغيره، ولكن لا ليها معاني كبيره وليها تفاصيل كتيره، وده تاريخ الاهلي وده تواصل الاجيال. من الفيديوهات المؤثره جدا اللي شفتها لعيبه الاهلي قدامكم دلوقتي على الشاشه في الويندو وهم بيحتفلوا، على فكره ده هم بيحتفلوا وهم خارجين من الطياره ولسه في الكوريدور وهم داخلين على مطار القاهره. شوف الاحتفال عامل ازاي، الاحتفالات في مطار كازابلانكا، الاحتفالات في مطار القاهره. وفي لقطه ثانيه كمان انا شفتها النهارده لو معانا الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بخلاف اللقطه دي طبعا والصوره الجماعيه. بص على فكره احمد قندوسي من اللعيبه، يعني لعيب خفيف الدم ولعيب جميل جدا، وفرحته بالبطوله الافريقيه رغم ان هو ما شاركش لوقت قليل جدا مجلس الاداره. هي اللقطه دي، بص اللقطه دي بس لو نجيبها من الاول، احنا كانت في لقطه اول ما طاهر، ايوه بص طاهر ده السوليه، دخل بالكاس والصوره الجماعيه مع اللعيبه والاحتفال، وبيرسي تاو بص احتفال بيرسي تاو مع السوليه والاسد مصطفى شوبير، طاهر ايقونه الاحتفالات، متولي، علي لطفي، قندوسي، مروان حمدي، وكمان احمد نبيل كوكا، محمود متولي، وقفشه من اللعيبه بقى اللي ايه
عنده تلقائيه بصراحه. انا بيعجبني في قفشه ان هو تلقائي، ما بيحضرش كلام، بيتكلم من قلبه، اللي في قلبه على لسانه. وطبعا طاقم مصر للطيران موجود، والرحله اللي كانت مع النادي الاهلي سواء في الذهاب او حتى في العوده، فرحه حلوه والاحتفالات حلوه والمكسب حلو، والتاريخ ده مهم جدا نكلم فيه ونعرفه للاجيال. كولر مدرب رائع جدا، المترجم دكتور خالد من المترجمين الرائعين جدا، هادي فاهم كويس قوي، مشجع درجه ثالثه قبل ما بيتكلم على فكره ان هو راجل بيتكلم الماني مع مارسيل كولر. الكابتن محمود الخطيب كان قال جمله مهمه جدا، ممكن تبقى متميز في شغلك وممكن تبقى راجل بتعرف تتقن عملك، ولكن الانتماء مهم جدا 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 في العمل، الانتماء مهم جدا. يعني الشطاره والذكاء وفكره ان انت راجل متقن في عملك ده حلو وكويس، ده مطلوب في العمل الاحترافي، ولكن الانتماء ده في حد ذاته لا، شيء مهم جدا. المترجم الفريق لما يكون مشجع للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، الطبيب النفسي المعد النفسي الدكتور احمد واحد من الثالثه شمال، يعني انا شفت له صور قبل كده بيسافر ورا الاهلي وهو مشجع، ما هو مشجع الاهلي يا جماعه. ميزه الاهلي ان هو بينتمي لكل طبقات الشعب المصري، هتلاقي الدكتور، هتلاقي المهندس، هتلاقي العامل، هتلاقي الموظف، هتلاقي الطالب، هتلاقي البنت، هتلاقي الدكتوره، هتلاقي المهندسه، كل طبقات الشعب المصري هتلاقيهم اهلاويه. عشان كده يقول لك ايه، الاهلي نادي الشعب. احنا لو استعرضنا صور، احنا عندنا صور ذكريات كتيره جدا، يعني دكتور احمد المعد النفسي انا شفت له صور قبل كده في ملعب رادس وهو بيشجع مع جمهور الاهلي. وعلى فكره حتى على المستوى الدبلوماسيه والمسؤولين، انا في سفريات كتيره جدا كنت بقابل سفراء وقنصل وناس من اطقم السفاره، والله العظيم كانوا بيروحوا المباريات بتيشيرت الاهلي في مباراه في يوم اجازه مش في شغله يروح يشجع الاهلي. شفت ده في تونس، شفت ده في المغرب. طبعا يعني عم طارق من عمال غرف خلع الملابس اللي على مدار تاريخ كبير جدا، طارق ومكي وصلاح وعم حارس ايقونه النادي الاهلي في السنوات اللي فاتت كلها، حضر وعاش فترات طويله جدا. مهما اتكلمت كل ده مش هيوصف الشعور اللي عند الواحد ازاي بينتمي وبيحب المكان ده وبيحب النادي ده، لان النادي ده على فكره هو الفرحة الجميلة جدا اللي بنعيشها معاه. على فكرة تشجيع الجماهير لما قالوا على الحلوة والمرة معاه كان هي الحالة الصحيحة اللي بنعيشها مع النادي الأهلي، احنا على الحلوة معاه وعلى المرة معاه، ولما بتكون في حاجة مرة بنقدر بسرعة ندخل التحدي ده عشان نرجع للحلوة. والحلوة نورت النهاردة مقر قناة الأهلي، والسعادة الغامرة اللي بالتأكيد على كل الأهلاوية بالفوز بالبطولة الإفريقية تحديدا من قلب كازا بعد الفوز على الأشقاء والوداد الرياضي المغربي. نخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل نرجع نستكمل على بعض المعلومات قبل ما نروح بقى لآخر أخبار الترند، لأن النهاردة ترند الأهلي فيه تفاصيل كتير عايزين نستعرضها ونشوف السوشيال ميديا قالت إيه. عايز أقول لكم والله أنا تليفوني ما سكتش رسايل، يعني من بره مصر تحديدا، الناس كلها بتقول لها يعني بتحتفلوا بالبطولة السادسة في قناة الأهلي، ده في أندية ما خدتش غير مرتين ثلاثة خمسة. الحمد لله، ده فضل ونعمه من عند ربنا، يعني الفوز بالبطوله الافريقيه من رقم قياسي. دايما الكل بيتكلم على الاهلي وريال مدريد افريقيا، انا بصراحه مش عاجبني المسمى ده، الاهلي هو الاهلي. الاهلي دايما راس براس مع ريال مدريد، اذا كان ريال مدريد هو بطل اوروبا فالاهلي بطل افريقيا. فكره ان الاهلي يتشبه بريال مدريد ويتقال عليه ريال مدريد افريقيا دي انا مش مقتنع بيها، الاهلي هو الاهلي، احنا لينا اسم، لينا كيان، لينا مكانه، بنلعب راس براس مع ريال مدريد. في السعودية إن شاء الله راس براس مع مانشستر سيتي، لعبنا مع برشلونة مباراة ودية، وكنا في بطولات دولية كبيرة جدا معانا فيها ليفربول وبرشلونة، وكان يعني أحداث كبيرة جدا كانت في الفترات السابقة. الأهلي في كأس العالم للأندية اللي جاية في السعودية هتكون المشاركة التاسعة، وعندنا مشاركة 10 في 2025. مين في أفريقيا قدر يعمل الأرقام دي؟ مين في أفريقيا قدر يكسر الأرقام القياسية دي؟ لما الأهلي يكون عنده 25 بطولة قارية وعلى بعد بطولتين ثلاثة ويقرب من ريال مدريد ويبقى أكتر تتويجاً على المستوى القاري والدولي، ده النادي الأهلي. وبالمناسبة ناس كتيرة بتتكلم على مباراة السوبر، مباراة السوبر الإفريقي اللي ممكن يعني خلال الفترة اللي جاية يتم تحديدها بشكل رسمي. الفترة الأخيرة كان في كلام كتير جداً، المباراة طبقاً للأجندة الدولية هتتلعب في شهر أغسطس في القاهرة. الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، والكل عارف طبعا ان الاهلي بما انه بطل دوري ابطال افريقيا وبالتالي البطوله هتكون في القاهره في الفتره من 11 ل 13 اغسطس خلال الفتره اللي جايه. اتحاد العاصمه الجزائري منذ لحظات قليله جدا نشر على صفحته الرسميه
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن مباراة السوبر الإفريقي ضد النادي الأهلي هتقام في الفترة من 11 ل 13 أغسطس، ولكن هل هذا الميعاد هو الميعاد الرسمي والنهائي طبقا لأجندة الكاف ولا هيحصل تعديل؟ هل اتفاقية الشراكة اللي تمت ما بين الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد السعودي تسمح بإقامة فعاليات كأس السوبر الإفريقي في السنوات المقبلة بداية من هذه البطولة في المملكة العربية السعودية؟ ده هنعرفه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأن على هامش كونجرس الكاف في شهر 7 اللي جاي في بنين في اجتماع للجنة التنفيذية هيتم عرض موقف الاتفاقية. لو تم تنفيذ بنود الاتفاقية ابتداء من هذا العام مباراة السوبر ممكن تتلعب في السعودية. أنا بكلمكم على المصادر والمعلومات اللي بتتردد لغاية دلوقتي، ولكن لو اتلعبت في السعودية هل هتبقى في الفترة من 11 ل 13 أغسطس ولا هيترحل ميعادها طبقا للتوقيتات المناسبة للاتحاد السعودي إذا رغب في استضافة هذه النسخة تحديدا في المملكة العربية السعودية؟ ده هنعرفه الفترة اللي جاية. ولكن كان مهم جدا في غمرة الاحتفالات بدور الأبطال نتكلم على كأس السوبر، لأن خلاص بدأ الحديث عليها بشكل كبير، ومنذ لحظات قليلة جدا اتحاد العاصمة الجزائري نشر على صفحته فكرة إقامة البطولة في الفترة من 11 ل 13 أغسطس. وكلنا عارفين اللوائح بتقول لو ما فيش اتفاقيات وبنود يعني شراكة مع اتحادات خارجية بطل دوري الأبطال هو اللي بيستضيف كأس السوبر على أرضه، زي ما حصل العام الماضي لما الوداد استضاف نهضة بركان في لقاء السوبر اللي فاز بيها نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي. الفترة اللي جاية كمان عندنا كلام مهم جدا على دور السوبر، دور السوبر الإفريقي إمتى هيتم إقامته رسميا. دور السوبر الإفريقي دخل في أجندة الكاف وهتكون أولى المباريات الرسمية للنادي الأهلي بإذن الله أحد أيام 22 أو 23 أكتوبر المقبل، والمباراة الأولى خارج مصر مع مين؟ ده هنعرفه في القرعة اللي هتتنظم نهاية شهر 7 في تنزانيا خلال الفترة اللي جاية. كأس العالم للأندية، أنا بتكلم على البطولات الدولية الكبيرة اللي الأهلي مقبل عليها. كأس العالم للأندية هيبقى في شهر ديسمبر في المملكة العربية السعودية، وطبعا كلنا عارفين ان المان سيتي مانشستر سيتي بقياده جوارديولا المدير الفني هيكون طبعا ابرز الموجودين في هذه البطوله، لان السيتي هو بطل اوروبا بعد الفوز على انتر ميلان. مين كمان موجود؟ هيكون موجود اتحاد جده بطل الدوله المستضيفه بطل السعوديه، ولكن هنشوف اتحاد جده مع التدعيمات اللي بتتم دلوقتي اكيد هيكون عنده ابرز اللاعبين اللي ممكن يواجهوا الاهلي في كاس العالم للانديه، ابرزهم كريم بنزيما. هل ممكن كانتي كمان ينضم للريال ينضم لاتحاد جده الفتره الجايه؟ ده هنعرفه. هل ممكن يجي مدرب اوروبي شهير يتولى تدريب اتحاد جده في كاس العالم؟ ده هنعرفه. فبالتالي البطوله رغم ان هي بنكهه عربيه ولكنها بطوله دوليه هيكون فيها اعظم لاعبي العالم، اعظم لاعبي العالم هيكونوا موجودين في كاس العالم للانديه. طيب ده جانب. في جانب تاني متعلق بقى بالترند، اخر اخبار الترند واللي اتكتب في ترند الأهلي في الساعات الأخيرة، نطلع ونبدأ نشوف آخر أخبار الترند مع بعض ونشوف آخر أخبار الترند ونشوف ترند الأهلي تحديداً البداية كانت إيه. والبداية معانا بحساب دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، حساب الاتحاد الإفريقي بيتكلم على محمد عبد المنعم دفاعاً وهجوماً، أداء رائع من محمد عبد المنعم استحق عليه حصد جائزة توتال، الجائزة طبعاً الخاصة بالشركة الراعية لأفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. محمد عبد المنعم بدأ البطولة بهدف واختتم البطولة بهدف، أفضل مدافع أفضل لاعب، أهداف مؤثرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا. وعلى فكرة محمد عبد المنعم هو أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لعب كل المباريات وأكثر المشاركة كمان على مستوى الدقائق اللعب، يعني أرقامه كلها مميزة جدا في دوري أبطال إفريقيا هذا العام من خلال مشاركته مع النادي الأهلي. طيب محمد الشناوي كتب من خلال حسابه الرسمي على تويتر، كتب بفضل الله وتوفيقه شرف كبير قيادة فريق الأهلي للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة، فخور كوني ضمن جيل رجالة ولعيبة قدرت تحقق تاريخ كبير للكيان. طيب نروح كمان ونشوف إيه اللي معانا في ترند الأهلي، حساب في الجول بيتكلموا على رامي ربيعة، رامي ربيعة لوحده مع النادي الأهلي حقق 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا. طبعا الصورة دي من جلسة الفوتو سيشن والتصوير بتاع الكاف، وشايفين رامي بإيديه بيشاور بالخمس ألقاب. في نقطة مهمة جدا عايز أتكلم، نقطة تاريخية على رامي ربيعة. رامي ربيعة من أصل 5 بطولات فاز بيهم مع الأهلي، في 3 بطولات منهم نزل فيهم بديل، وبديل في اللحظات الأخيرة،
يعني في الدقائق اللي ممكن الجهاز الفني يستعين به من بعد الدقيقة 85. البداية كانت 2012 أمام الترجي التونسي، نزل بديل لمحمد ناجي جده اللي عمل مباراة عالمية بصراحة وقتها، هو والسيد حمدي ووليد سليمان، فنزل بديل وكان ليه دور تكتيكي معين أداه، كان الكابتن حسام بدري وقتها هو المدير الفني. دي البداية. مباراة الفاينل 2020 أمام الزمالك، نزل بديل في آخر 3 دقائق والأهلي حقق اللقب وقتها، وكان نازل لهدف معين زيادة الكثافة العددية في منطقة الدفاع، لأن رامي كمان بيتميز بقوة الالتحامات ولعب ضربات الراس بشكل رائع جدا. التغيير المؤثر، وأنا بسميه التغيير الذهبي لرامي ربيعة، كان التغيير اللي تم في مباراة الوداد لما خرج بيرسي تاو ونزل رامي ربيعة. يعني تخيل عندك مدافع يعني أحد كباتن فرقة الأهلي من 2012 ل 2023 ما بيعملش مشكلة، ولما بينزل يشارك بديل في الدقائق الأخيرة بينجح وبينفذ الشغل التكتيكي اللي عايزه من المدير الفني. 2012 مكان جده، 2020 في لقاء الزمالك، 2023 مكان بيرسي تاو. طيب، حساب ماموريدي سان داونز، نادي سان داونز المنافس التقليدي للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الحساب الرسمي ليهم على تويتر هنأوا الأهلي بالفوز بالبطولة الـ 11 أو لقب دوري أبطال إفريقيا الـ 11، وعملوها بشكل رائع جدا. الأهلي بيتكلم على التتويج بالبطولة، فعملوا إعادة تغريد، اقتباس لتغريدة الأهلي الرسمية، وهنئوا النادي الأهلي من خلالها. نادي ماموريدي سان داونز من الأندية المحترفة، وبصراحة جماهير الأهلي بقت تتفائل بمواجهة سان داونز في البطولة، سواء في دور المجموعات أو حتى في مباريات النوك أوت. يعني الحمد لله سان داونز وشه حلو على الأهلي على فكرة. البعض بيستغل المباريات دي للتأثير النفسي على الأهلي، لكن عشان الناس مش عارفة كمية الأهلي والناس في الأهلي بتفكر إزاي، مباريات سان داونز بتبقى من المباريات اللي تدي تفاؤل للأهلي إنه يفوق ويركز ويكسب البطولة. فشكرا للأشقاء والأصدقاء في ماموريدي سان داونز على هذه التغريدة وتهنئة الأهلي بالبطولة رقم 11. وبعد الأهلي بصراحة أنا كنت شايف لو الأهلي ما فاز بالبطولة أكتر فريق يستحق دوري الأبطال هو ماموريدي سان داونز بصراحة، وخسارته أمام الوداد كانت بمثابة المفاجأة بالمناسبة. طيب، ملعب القاهرة 24 بيتكلموا على إن الوقرة القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم حمدي فتحي بشكل نهائي خلال الفترة اللي جاية. دون الخوض في التفاصيل، بما ان النادي الاهلي لم يعلن اي حاجه، خلال الايام القليله المقبله هيكون في تفاصيل اكتر اكيد من خلال النادي الاهلي، لكن عايز اكد لحضراتكم حتى لو تمت الموافقه والاعلان الرسمي عن انتقال حمدي فتحي للوقر القطري، الاهلي بيحضر وبيخطط للموسم الجاي بشكل كويس جدا. لو خرج حمدي مين البديل؟ وهل البديل جاهز ولا لا؟ وهل تم الاتفاق معاه ولا لا؟ كل ده النادي الاهلي هيعلنه في حينه. بس انا بقول لجمهور الاهلي ما تقلقوش لو فكره لعيب رحل بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا، الاهلي بيحضر كويس جدا جدا للمسابقات الافريقيه المقبله. انا عارف الاخبار اللي زي دي ممكن تزعل بعض الجماهير، ولكن احنا ما ينفعش نتكلم عليها سواء بالايجاب او بالسلب طالما الاهلي لم يعلن موقفه، لكن باكد لكم والله بجد النادي الاهلي في المواقف اللي زي دي بيعرف يشتغل وبيخطط للفتره اللي جايه بشكل كويس جدا، ونتمنى التوفيق لحمدي فتحي في مستقبله القروي، عمل موسم رائع جدا كمان مع النادي الاهلي. حساب في الجول بيقولوا ان الاهلي حصل على موافقه محمد رضا بوبو المبدئيه للانتقال الى صفوفه. النادي الاحمر سيكثف مفاوضاته مع فيوتشر خلال الايام المقبله لحسم الصفقه لتعويض رحيل حمدي فتحي المحتمل. صفقه بوبو ملهاش علاقه على فكره بفكره ان حمدي فتحي هيرحل ولا مش هيكمل مع الاهلي. الموضوع مش مرتبط ببعضه بالشكل اللي انتم ممكن تقروه من خلال حساب في الجول، ولكن اللي عايز اكد عليه بعد نهايه الموسم مع صعود بعض الأندية اللي بتستثمر في كرة القدم بشكل كويس جدا، مع التدعيمات اللي الأهلي عايز يعملها استعدادا للمناسبات الإفريقية والدولية المقبلة جدا، سوق الانتقالات هيبقى فيه تفاصيل وشغل كتير قوي، وهيبقى فيه لعيبة معروضة بشكل كتير، لأن الفترة اللي جاية فيه أندية ممكن تعرض لعيبة بشكل أكبر، والسوق هيبقى متاح بشكل أفضل خلال الفترة الجاية. ولكن الأهلي خدوا بالكم من نقطة كمان مهمة، الأهلي في يناير ناس كانت بتتكلم فين التدعيمات فين الصفقات، ارجعوا بس كده اعملوا فلاش باك على الست شهور اللي فاتوا، وقت يناير السوشيال ميديا بتتكلم فين الصفقات فين التدعيمات بعد لقاء سان داونز، قلنا يا جماعه التدعيمات كانت مهمه، الاهلي السنه دي مش هيقدر يكسب ولا بطوله. بص في نهايه الموسم الاهلي السنه دي حصد ايه، التدعيمات مهمه والصفقات مهمه، ولكن في نقطه اهم جوه الاهلي هو التخطيط، اقدر اخطط ازاي الموسم ده واستعد للي جاي، ولو ما عملت الصفقات ازاي اقدر اشتغل على القماشه اللي معايا. الاهلي فاز باتنين سوبر على حساب الزمالك وبيراميدز، فاز بكاس مصر على حساب بيراميدز،
فاز بدوري ابطال افريقيا وعاد بالبطوله على حساب الوداد، وعنده شهر معين كده ان شاء الله مباريات في الدوري يكسبها يحقق الدوري العام. يبقى انت حققت النتيجه او العلامه الكامله في دوري ابطال افريقيا خلال هذا العام او خلال الموسم المحلي والافريقي. حساب سبورت 360 مصريه بيتكلموا على مروان عطيه، انتقل للاهلي في يناير وكان انتقاله بمثابه يعني منفذ جديد في وسط ملعب النادي الاهلي، كنا محتاجينه قوي السنه دي تحديدا مع حاله الاجهاد وبعض الاصابات اللي كانت بتحصل سواء للسوليه او ديانج او حمدي فتحي، وكمان اكرم توفيق للاسف السنه دي ما كانش موجود مع الاهلي بسبب الرباط الصليبي، فما كانش عندك بديل انك تدعم في المركز ده. حجز مكان اساسي في التشكيل الرسمي للاهلي وانضم بدايه مع النادي الاهلي صراحه عليها. سبورت 360 مصريه بيتكلموا على عرضيه من علي معلول وراسيه من محمد عبد المنعم في الشباك، هي مركز في دوري ابطال افريقيا حصلت مع مين؟ في الرجاء في الوداد. يبقى مش فكره ان هي الكوره باي لاك يعني فيها حظ، لا ده تكتيك وشغل فني كويس جدا، وشاءت الظروف ان يكون اللحظه الختاميه للاهلي في دوري ابطال افريقيا تمريره وعرضيه من معلول وراسيه من محمد عبد المنعم. يلا كوره، اتكلموا على كاس العالم للانديه، بطل افريقيا بطل اوروبا الاتحاد بقياده بنزيما، نحن على موعد مع نسخه استثنائيه من مونديال الانديه، ده اللي كنت بتكلم عليه من شويه. التدعيمات المهمه في الفتره اللي جايه لبطوله دوليه كبيره زي دي، كهربا وهو حامل دوري ابطال افريقيا، كريم بنزيما احدث الصفقات، النجم الاوروبي الشهير الفرنسي اللي كان بيلعب في ريال مدريد، وهالاند الدبابه البشريه اللي ما بيقلش كوره، يعني عنده حصيله اهداف مكنه ما بيخلصش، يعني عنده دوري في تريد الاهلي فات الاهلي لكل بعد حصد لقب دوري ابطال افريقيا. الفترة اللي جاية في حافز مهم جدا، وتضعيف أو مضاعفة المكافآت الخاصة بالنادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بالبطولة، وكمان بعد زيادة قيمة جوائز البطولة ومكافئتها إلى 4 مليون دولار، فده خبر مهم جدا خدناه من يلا كورة على فكرة المكافآت. وطبعا مش هنتكلم في أرقام، ده شأن خارة النادي. طب مين أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوداد في نهائي، أو أفضل مباراة للأهلي، أفضل مباراة للأهلي في مشوار التتويج هذه البطولة؟ داليا بتقول كل ماتش وليه أفضليته، بسهلة وصعبة، يعني ماتش الصفاقسي في 2006 كان بطعم التحدي، وكمان ماتشنا مع الوداد في 2023 كان بطعم التحدي والإصرار، كل بطولة وليها صعوباتها، واللي كل ما نعدي منها صعوبة بتزيد في قلوبنا رونق وجمال، وتخلينا نبات نحلم ونفكر إزاي نحقق البطولة اللي بعدها. دي فكرة حلوة، وعلى فكرة قريبة جدا من الفكرة كنت بتكلم عليها في بداية الحلقة. أستاذ عماد بيقول تحياتي يا أستاذ محمد وألف مبروك علينا كلنا الـ11. من وجهة نظري أفضل مباراة كانت مباراة العودة بتاعة الرجاء اللي كانت في دور الـ8. نشوف تاني مين أفضل مباراة معانا، شفتوا التعليقات معانا عاملة إزاي بصراحة يا جماعة؟ تعليقات كتيرة جدا خاصة بالسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، وكل الناس بتتمنى بالتأكيد أفضل نتيجة في بعض المباريات. أستاذة أمل بتقول من وجهة نظري مباراة القطن في جروة من أهم المباريات لأنها جاءت بعد أيام قليلة من هزيمة ثقيلة من سان داونز، وفرق قليلة جدا هي من تستطيع التماسك والعودة بالفوز خارج الديار بنتيجة كبيرة، لا يستطيع يعني يفعل ذلك إلا فريق بعقلية البطل، لا يستطيع ذلك إلا النادي الأهلي. يعني الناس بتتكلم دايما على المشاركات والتحديات الصعبة اللي لعبها السنة دي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، ولكن واحنا بنختم الحلقه ومعانا الاميره السمراء دوري ابطال افريقيا، بالتاكيد النادي الاهلي يستحق الكثير خلال الفتره المقبله، لانه نادي بيسعد الشعب المصري، نادي مؤسسه رياضيه مشرفه للرياضه المصريه وللكره. وانا بشكركم حسن المشاهده، ونلتقي في برنامج الترند، شكرا والى اللقاء.